هذه الساعة العملاقة هي أعلى دليل في مكة المكرمة يشير إلى موقع الكعبة والمسجد الحرام، وهي ترسم مشهداً جديداً في أفق مكة، يرسخ مكانتها كأهم وأقدس مدينة على وجه الأرض، ويقدم خدمة جديدة لبيت الله الحرام. تعد ساعة مكة المكرمة تحفة معمارية فريدة، سخرت لها أفضل القدرات الهندسية في العالم لوضع تصاميمها، ونفذت بأيدي أمهر الصناع حتى باتت على صورتها الحالية أكبر ساعة في العالم. ينساب الأذان منها عذباً رقراقاً صافياً، موصلاً رسالة التسامح والصفاء والدعوة إلى العبادة 5 مرات في اليوم. تحمل الساعة أكبر كتابة للفظ التكبير الله أكبر في العالم. وفي أثناء الأذان تضاء أعلى قمة في الساعة ب21,000 مصباح ضوئي يصدر أضواء لامعة باللونين الأبيض والأخضر، ويمكن رؤيتها من مسافة 30 كيلومتراً من البرج. هي تشير بذلك إلى وقت دخول الصلاة، مما يساعد ذوي الاحتياجات الخاصة في معرفة أوقات الصلاة. يحتوي برج الساعة على 4 ساعات في جهاته الأربع، منها 2 رئيسيتان، إحداهما تواجه الحرم المكي الشريف في الجهة الشمالية من البرج، والأخرى في جهته الجنوبية. أما 2 الجانبيتان ففي اتجاهي الشرق والغرب، ولكل واجهة من واجهات الساعة الأربع محرك خاص بها، وزن كل محرك نحو 21 طناً، ويبلغ قطر واجهة الساعة نحو 40 متراً، ويزيد ارتفاعها على 400 متر عن مستوى الأرض، ويبلغ الارتفاع الإجمالي لبرج الساعة نحو 600 متر، في حين يصل ارتفاع الساعة من قاعدتها إلى أعلى نقطة في قمة الهلال نحو 250 متراً، وهي بذلك أكبر ساعة برجية في العالم كله. هذا البرج جزء من وقف الملك عبد العزيز، الذي يشكل تطوراً معمارياً تاريخياً في مكة المكرمة، وقد صنف كأكبر مبنى عمراني من حيث المسافة الإجمالية على وجه الأرض، وتبلغ مساحات مبانيه نحو 1.5 مليون متر مربع، ويتكون من 7 أبراج متلاصقة بارتفاعات مختلفة، استوحي معمارها من ملامح العمارة الإسلامية. ملأت هذه الساعة فراغاً حضارياً كبيراً في العالم العربي والإسلامي بعد غياب طويل. لم تكن فيه ساعة مرجعية عملاقة ذات توقيت بلغة عربية ونمط إسلامي، هي بكل تفاصيلها شاهد على التطور المعماري والحضاري الذي تشهده مكة المكرمة.